حالنا في يافا واللد والرمل. السلام عليكم. احنا في اللقاء الثاني من سلسلة لقاءات اللي بدنا نتناول فيها قضايا الساعة على مستوى الخارطة السياسية في دولة اسرائيل. وفي عنا حدث جديد، ولا مرة كان منذ قيام دولة اسرائيل، دولة اسرائيل رايحة للانتخابات الثالثة بفترة اللي هي اقل من سنة. وزي ما حكينا بالحلقة الاولى اتضح اللي كان قراءة صحيحة للخارطة السياسية، نتنياهو بسبب ملفاته الجنائية ماخذ كل دولة اسرائيل لمعركة انتخابات ثالثة ما في إلها ولا اي حاجة ولا اي منطق غير رغبة نتنياهو بانه يتمسك بالكرسي اللي هو قاعد عليه ويدير ملفاته وهو رئيس حكومة. طيب ايش السيناريوهات اللي امامنا؟ انا باعتقادي هاي لاول مرة يمكن منذ قيام دولة اسرائيل في عنا فرصة انه احنا الاقلية الفلسطينية في الداخل نكون كفة الميزان في الخارطة السياسية في دولة اسرائيل، او على الاقل نكون احنا الحاجز المنيع امام تشكيل حكومة من الليكود والمستوطنين. كيف هذا؟ ليش هذا الاشي متوقع؟ على انو اساس انا ادعي هاي الادعاءات؟ لانه الكل عمله يتابع الاستطلاعات اللي عمالها تطلع بالفترة الاخيرة، القائمة المشتركة في صعود، يعني كل مقعد بفرق في شكل الخارطة السياسية في دولة اسرائيل. على انو اساس انا بقول ممكن نكون احنا كفة الميزان او يكون عندنا وزن سياسي نوعي اللي ممكن يغير الخارطة السياسية في اسرائيل؟ انا ادعي هذا الادعاء بناء على انه كما يبدو في الاستطلاعات الاخيرة حزب كحول لافان سيقوى بمقعدين او بثلاث مقاعد، وما يسمى حزب العمل وميرتس رايحين يحافظوا تقريبا على قوتهم، مع بعض ممكن يحصلوا حوالي 10 مقاعد في حال صدقت الاستطلاعات. وانا تقديري انه هاي الاستطلاعات لسه بتعطينا اقل من حقنا. احنا الفلسطينيين في اسرائيل رايحين ناخذ مع القائمة المشتركة اكتر من 15 مقعد، ساعتها في كتلة من اكتر من 61 مقعد موجودة مش موجودين فيها ولا ليبرمان ولا الليكود ولا المستوطنين ولا الاحزاب المتدينة اليهودية، مما يعني لاول مرة من 15 سنة على الاقل ما في كتلة للأغلبية بالبرلمان الإسرائيلي لليمين المتطرف للأحزاب اللي أنا ذكرتها. كل انتخابات إلها ديناميكية، إلها حراك داخلي اللي متعلق بهاي المعركة الانتخابية، وكل معركة انتخابية معركة انتخابية جديدة. ولكن اللي بيقدر يزيد بشكل جدي من ناحية عدد التصويت المصوتين ونسبة التصويت هي الأقلية الفلسطينية في الداخل. يعني الشارع اليهودي بيصوت تقريبا 100%. ليش أنا بقول هذا الرقم مع أنه الأرقام تحكي على 70 وشوي؟ لأنه في حوالي 1 مليون يهودي وأكثر ساكنين خارج البلاد، فهدول عمليا ما بيقدروا يصوتوا، ما بيشاركوا. فلما أنت بتأخذ فوق 70% تصويت، هذا معناته أنه تقريبا من السكان اللي موجودين في البلاد تقريبا كل السكان بيشاركوا. إذا أنت بتعين الناس العاجزين او اللي ما بيقدروا يصوتوا او بنفس اليوم مسافرين او مرضى بنفس اليوم وكذا مع الناس اللي ساكنة برا، بتشوف انه الشارع اليهودي تقريبا كل واحد بيقدر يصوت بصوت. وين نسبة التصويت واطية؟ نسبة التصويت واطية بشكل كتير كبير في مجتمعنا العربي. اللي بيقدروا يزيدوا، اللي بيقدروا يغيروا الخارطة، اخر مرة صوتنا 60%، حوالي 85% من 60% صوتوا للقائمة المشتركة. طلعنا من 60 ل 70%، هدول كمان 3 مقاعد.